السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم جابر من ولايه برج بواريريج. راح نحكي لكم على التجربه تاعي اللي مريت بها هنا في فورما ديزل. عندي اتولي ديغنوستيكي وبروغراماسيون اوتوموبيل منذ حوالي 6 سنوات. كنت ديما نعاني مع البرامج تاع لو تريسمون فيشي لانها تعطيه فيشي قادر يخرج لك ساعات نتائج مليحه، ساعات تكون نتائج سلبيه، نتائج مغلوطه ودي فوا كارثيه وما تعرفش وين راه المشكل. وعلى هذيك خممت اني ندير فورماسيون في الوينولز، والحاجه البلاصه الوحيده اللي لقيتها مليحه هي فورما ديزل. وش هي النتيجه اللي خرجت بها من هذاك؟ الهدف اللي جيت على جالو حققته. دوكا عندي طرق كيفاه نقدر نتعامل مع اي فيشي، كيفاه نفهمه، كيفاه نعالجه، كيفاه نعالج اي مشكل بعد راح يصير لي فيشي ان شاء الله. ويعني هذه راح فتحت لي افاق كبيره اني نطور ونكون ديما اجور يعني مع عالم السيارات، سواء في الجديد في القديم. وهذه حاجه مليحه يعني. هي سابقا كان باش تشري فيشي لازم تبعث لواحد وهو يخدم لك الفيشي هذاك، انت ما تعلمش واش هو المصدر تاع الفيشي والله واش كاين المحتوى نتاعو، هل كاين فيه اخطاء ما كانش فيه اخطاء، هل الشيء اللي طلبته منه راح يكون صحيح ولا ما هو صحيح. تسمى راح تكون دائما انت ما تعلمش واش كاين في الفيشي، راك تخدم وراك في ريسك معك اليوم، فهمت؟ وكانوا يعني معظم اللي في شيء راح يجيو فيهم اخطاء وفيهم منها، تولي دائما انت مع هذاك اللي خدم لك في شيء، او صار لي كذا خرج لي ديتي شي كذا. المهم الحمد لله في فورما ديزل هذه مع البروغراماسيون تاع الوينوليس راح تولي في شيء تاعك تتريتيه وحدك، تعرف واش تخدم فيه، ما دير حتى خطا لك اليوم راح وهو يخرج بنتيجه مليحه، وانت راح تكون مطمئن وتكون في احسن الاحوال. يعني كل هذا بفضل الحمد لله، كل هذا يعني بفضل فورما ديزل. فورما ديزل وشمس اخونا ويعود يغضب علينا اخونا هشام ما نساوش. المهم تغضب علينا ما تغضبش علينا. المهم نشكر كل فريق تاع فورما ديزل على راسهم المدير الدكتور عفاوي، الشيخ شمسو، الشيخ الاخضر، وكل عاملين يعني على حسن الضيافه، على المعلومات اللي ما بخلوناش بهم. الحمد لله بحتى حاجه. واش نقول لك يعني اي واحد راه حاب يدير القرار هذا غير ديرو وما تندمش ان شاء الله. هو انا واحد من الناس برنامج تاع اليونوريس كان عندي من سنوات نفتح البرنامج ونطلع عليهم عاد نسكر، ما عنديش حتى معلومه اخرى كيفاه رايح نخدم في اليونوريس. اليوم الحمد لله انا عرفت كيفاه الفيشي هذا مرتاح ليه، نعرف ليماط تاع البرا تاع التليفون وراه تاع، المهم كل المعلومات بربي ان شاء الله راهي متوفره لهنا في فورما ديالك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله.